الجزء الثاني من الفيديو دون موجه برضو إلى الأخوة في مصر، وإلى آخر فيديو الحقيقة هعمله بالعربي، لأن الفكرة من الفيديوهات اللي أنا بعملها إنه لتوعية الأمريكان هنا هو للحمام المصري. طبعا يعني برضو نفس القصة بتاعة المرقع والأحمر بيت واحد أم لا، هنا نفس القصة، الأسود الغزار والعنبري الشوافة ده بيت واحد ولا لا؟ طبعا ده بيت واحد، ونفس القصة في المرقع. فهنا عشان أنا أصلح العنبرة السمر دولت اللي منظرهم مش بطال أبدا، لازم أديهم نتايتين سود، وغير كده هيطلع شوافة على طول. النتايتين سود موجودين على الناحية اليمين من الشاشة، ويعني بدون نتكلم في الألوان أو أي حاجة، يعني أي واحد بيمارس ما هوش محتاج يعرف إيه الجينات وإيه أصولها، عملية معقدة حتى لشخص برضو درس حاجات كتيرة. والحمام برضو فيه نوع من الاختلاف، وكل اللي أنا قريته وكتب اللي أنا شفتها هنا هوت يعني مبنية على دراسات عملية أكتر منها أي شيء. إحنا طبعا عارفين الدراسات العملية أكدت لنا إن إحنا الشوافة لازم تدي له أسود أو فرد غامق، الأحمر الشوافة لازم تحط فيه حمرة. بس أرجو أن يكون عجبكوا الكلمتين البساط دولت، وتذكروا برضو وترقبوا الفيديو دول ان سكاي أو صراع في السماء، وهيعجبكوا إن شاء الله. أنا عاوز أقرب أعمل زوم شوية كده لو قدرت على بعضهم، يعني أنا ما عملتش كده في الفيديو الأولاني، لكن أهو يعني نسبية، يعني أنا عملت قصة كبيرة للعلم يعني عشان أعرف أعمل الفيديو ده وأن أصورهم إزاي وما يطلعوش يطيروا مني. وده غير يعني بالنسبة للصورة الموضوع أسهل، بالنسبة للفيديو الموضوع صعب، لأني لو خدتهم برا وما ممكن يروحوا، تعرف يعني الحمام المصري بتاعنا مرعوش، ويعني الصعب ان انت تعرف تصوره او توقفه في مكانه، مش زي المراسلات والحمام التاني. اتمنى ان يكون اللقاء ده اسعدكم، وانا عاجز على الشكر لاني بتعلم منكم الكتير. وطبعا احنا مش هنبيع المية في حارة السقايين، فالواحد دايما يمد ايده لما يروح مصر الحبيبة، بيمد ايده عند حد منكم عشان يجيب فرد أو فردين، فإن شاء الله برضو يسعدنا لقائكم. أنا طبعا ما أحبش يعني مش هطول الموضوع الفيديو ده، لكن أنا بحاول أقرب الصورة على قد ما أستطيع يعني عشان تشوفوا العينين اللي هي بيضة وحمراء وزي ما أنتوا عاوزين تقولوها، لكن العينين الصفراء. الحاجة برضو التانية يعني في جسم الفرد، يعني أنا ما أحبش أو يعني هنا هو الأمريكان، عشان أقول لكم الذوق الأمريكاني بالذات، طبعا لأن هم ما مش فاهمين في الحمام شكله إيه يعني بالضبط. لما أقول لهم عين ولونها كذا والضرب ضربة العين تبقى إيه وإيه، مش فاهمين. هو اللي بيفهموا أول حاجة بتلفت نظره وقفة الفرد شكلها إيه. إذا الفرد ملموم يعني ده شيء حميد، هيقف يتفرج شوية. اللي في مشكلة كبيرة في الحمام المصري أو الحمام الزينة اللي أنا شفته في الفيديوهات اللي الإخوة حاطينها في اليوتيوب، إنها تلاقي الفرد سايب ومفركش من بعضه. طب ده يعني يا جدعان أنا بدبح الفرد ده، والحمد لله أنا بحب أكل الحمام، أو يعني نظراً إن البيع هنا مش متيسر، والواحد مش هينزل مثلاً سوق وبتاع، إذا ما كانش حد هيجي يعني عاوز يشتري شروة كويسة، يعني شيء مش ليس له أهمية خالص يعني. فالغاية مزاج، وخدوا بالكم من لمة الفرد، مش انت هتمسكه بايدك، ما فيش حد هنا بيمسك برضو الحمام بايدك، يعني انت ما شفتنيش مسكت ولا فرد حمام
بصوره بإيدي يعني عشان أوريه لك. طبعا ممكن أعمل كده، لكن الطبيعة ما فيش أحسن منها. شوف الفرد وقفته إزاي وحاول تربي على هذا الأساس برضو. يعني الوش ما هواش يعني كل حاجة، يعني والله هنا في وشوش بتبقى مش نكتة، لكن وقفة الفرد كاملة ومظبوطة، فده يعني بيلاقي إحسان. واللي بالنسبة للي الإخوة اللي بيطيروا يعني طبعا، أو أنا واحد منهم، أنا متربي على تطير الحمام فيعني في الجيزة، والإخوة اللي في الجيزة طبعا كنا كلنا بنطير، وما كانش حتى لو الفرد وشه مش معدول قوي، الفرد الطاير له قيمة جامدة يعني. بس أنا الحقيقة يعني طولت عليكم، وأرجو أن ما كل شيء يكون بالنسبة للبريدينج سيزن عندكم أو الموسم الفرخ يكون عظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.